بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض جزء اقتصاد البنوك. هنتكلم أول حاجة عن نشأة البنوك وتطورها. نشأة البنوك وتطورها، أول بنك تم إنشاؤه في مصر كان البنك الأهلي، والكلام ده كان عام 1898 ميلاديا، وفضل يقوم بوظيفة البنك المركزي المصري لحد ما تم تأميمه في الستينات، وبعد كده تخصص في أعمال البنوك التجارية فقط. طيب، أول بنك مصري 100% كان بنك مصر، وده تم تأسيسه إمتى؟ في 1920، لما قام رجل الاقتصاد طلعت حرب بإنشائه. بعد كده أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ميلاديا، وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. يبقى أنا عندي هنا أول بنك تم إنشاؤه في مصر كان البنك الأهلي، لكن أول بنك مصري 100% بنك مصر، وأنشئ البنك المركزي المصري وهو بيمثل بنك رسمي للحكومة المصرية. اتنين، لتعريف البنوك. البنك هو منشأة مالية بتتاجر بالنقود، وليها غرض رئيسي هو العمل كوسيط. طب وسيط بين مين؟ بين رؤوس الأموال اللي بتسعى للبحث عن مجالات استثمار، وبين مجالات الاستثمار اللي بتسعى للبحث عن رؤوس أموال. ايه هي أنواع البنوك؟ أنواع البنوك عشان أعرفها لازم أقسمها من حيث الوضع القانوني، من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها، ومن حيث مصادر الأموال. شوف الكلام ده بالتفصيل. من حيث الوضع القانوني، أول حاجة عندي بنوك عامة، بنوك خاصة، بنوك مختلطة. بنوك عامة هي بنوك بتمتلكها الدولة وبتمتلك كامل رأس مالها وبتشرف على أعمالها وأنشطتها، زي البنوك المركزية والعقارية والزراعية. تاني حاجة بنوك الخاصة، وهي البنوك اللي بيمتلكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وبيتولوا إدارة شؤونها وبيتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية تجاه الدولة. رقم ثلاثة بنوك مختلطة، وهي البنوك اللي بتشترك في ملكيتها وإدارتها كل من الدولة والأفراد أو الهيئات، ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم بامتلاك رأس مال يسمح لها بالإشراف عليها بما ينسجم مع السياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك، رقم واحد بنوك تجارية، اثنين بنوك صناعية، ثلاثة بنوك زراعية، أربعة بنوك عقارية. البنوك التجارية هي بنوك بتزاول الأعمال المصرفية من قبولها الودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الاعتمادات المستندية. وقد تشارك هذه البنوك في أعمال أخرى غير مصرفية زي المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. البنوك الصناعية هي البنوك اللي بتختص في التعامل مع القطاع الصناعي وبتساهم في عملية التنمية الصناعية، وده بيكون من خلال دعم المشاريع الصناعية مقابل أنها بتقدم القروض والتسهيلات المصرفية. بنوك زراعية، وهي البنوك بيتعامل مع مؤسسات زراعية بتختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية. رقم أربعة بنوك عقارية، هي البنوك اللي بتقدم التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتهم في إنشاء العقارات. يبقى هي من اسمها كده بنوك تجارية، هي بتعمل أعمال مصرفية من أول تقبل ودائع وتقدم قروض وتقدم خصم أوراق تجارية. بنوك صناعية من اسمها هي بتتعامل مع القطاع الصناعي، هي بنوك بتختص في التعامل مع القطاع الصناعي. بنوك زراعية هي بنوك بتتعامل مع مؤسسات زراعية. طيب البنوك العقارية تسهيلات وخدمات مصرفية للأفراد، طب عشان تساعدهم في إيه؟ في إن هم ينشأوا عقارات، هي بنوك عقارية. من حيث مصادر الأموال، بنوك مركزية، بنوك ودائع، بنوك الأعمال والاستثمار. بنوك المركزية هي بنوك بتنشأها الدولة، بتتولى عملية الإشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي، وبتصدر العملة، وبيكون رأس مال البنك المركزي ده عبارة عن ما تخصصه الدولة لها، وكذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. طيب بنوك الودائع هي بنوك اللي بتتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء، وكذلك من ودائع اللي بيقدمها الأفراد والمؤسسات لغرض الاستثمار. بنوك الأعمال والاستثمار هي بنوك بتعتمد على أموالها الخاصة بالإضافة إلى ودائع الأجل، وبتهتم بأنها تمول المشروعات الكبيرة والشركات الصناعية عشان تزود قدرتها الإنتاجية. وفي بنوك استثمار بتقوم بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة هيكلة أسهمها وبيعها للمستثمرين. هنتكلم على البنك المركزي. أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل، هو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤولياته الآتي: إصدار العملة المحلية وهي الجنيه المصري بكافة فئاته،
صياغة السياسة النقدية وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياط الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة. من وظائف البنك المركزي الترخيص بإنشاء بنوك جديدة أو فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر، الترخيص بفتح مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مصر، الموافقة على فتح فروع وكالات جديدة للبنوك المسجلة، الموافقة على فتح مكاتب استبدال العملات الأجنبية، الموافقة على تملك حصص في رؤوس أموال البنوك، الترخيص للبنوك بمزاولة العمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع النقود الإلكترونية، الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية، الترخيص للبنوك بإصدار السندات وتغطية الاكتتابات، الموافقة على قيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، السماح للبنوك بإصدار منتجات مصرفية، صناديق استثمار وأنظمة ادخارية، الموافقة على ترشيح رؤساء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن الوظائف الحيوية بالبنوك، الموافقة على ترشيح المديرين المسؤولين عن إدارة مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مصر، الموافقة على إجراء التعديلات التي تتم على الأنظمة الأساسية للبنوك وعقود الإدارة، الموافقة للبنوك بمزاولة العمل في غير أوقات العمل الرسمية، الموافقة على تسجيل مراقبي الحسابات المسموح للبنوك بالتعامل معهم في السجل المخصص لذلك لدى البنك المركزي. بالنسبة للوحدات التابعة للبنك المركزي عندي المعهد المصرفي ودار طباعة النقد. بالنسبة لاختيار وتعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة، بينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش ومعاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية. يتم اختيار نائبين للمحافظ من قبل المحافظ ويتم الموافقة عليهم من السيد رئيس الوزراء. يتم تعيين 6 أعضاء للمجلس وهم رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته ممثل عن وزارة المالية، يتم اختياره من وزير المالية، وعدد 4 من ذوي الخبرة. وتبلغ المدة القانونية لمجلس البنك المركزي المصري المكون من الرئيس والنائبين و6 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد. تعالوا نشوف ايه الشمول المالي او يعني ايه الشمول المالي. شمول مالي من اسمه ان انا عايز اتيح فرص مناسبة لكل فئات المجتمع سواء مؤسسات او افراد عشان يديروا اموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وامن. يبقى الشمول المالي هو اتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع سواء المؤسسات او الافراد لادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وامن. ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اوفر الخدمات المالية المختلفة من خلال المصارف والبنوك. يبقى عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية للمصارف والبنوك بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة وإشراف والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها. ويعد مفهوم الشمول المالي من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم. يبقى من اسمها كده شمول مالي، أنا بتيح فرص لكل الأفراد بمختلف فئاتهم، وأقدر إن أنا آخد الشرائح اللي هي منخفضة الدخل أضمهم إن هم يوفر لهم خدمات مالية. إزاي أقدر أوعي الفئات المستهدفة بنظام الشمول المالي؟ يجب وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالي للفئات المستهدفة ورفع الوعي المالي لدى مالكي ومدير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالي بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاته.
ايه هي خطوات التوسع في تطبيق الشمول المالي؟ بيحتاج التوسع في تطبيق خدمات الشمول المالي لإنشاء شبكة بيضم فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل مشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع. كذلك التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى بيساهم الشمول المالي في النهوض بالاقتصاد الوطني؟ توجد علاقة وثيقة بين الشمول المالي وبين النمو الاقتصادي، فمثلا عن توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي. كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعي لتحقيق الشمول المالي. ما هي جهات تطبيق الشمول المالي؟ بيعد البنك المركزي للدول هو الداعم الرئيسي لتطبيق مبدأ الشمول المالي عن طريق إنه بيحط قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة زي استخدام الموبايل أو الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكترونية. كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟ تلعب البنوك دور مهم جدا في إن يتحقق مبدأ الشمول المالي، وده عن طريق إن هي بتجذب الفئات اللي ملهاش أي تعاملات بنكية، بيكون من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة بتعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض. شركة بنوك مصر. تأسست شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي في أكتوبر 1995، كان الغرض منها توفير بنية تحتية لنظم المدفوعات والتسويات الإلكترونية وشبكات نقل المعلومات بين البنوك المصرية. قامت شركة بنوك مصر بتقديم هذه الخدمة عام 1997، وهدفها الرئيسي إنها تربط الصرافة الآلية الخاصة بالبنوك من خلال شبكة موحدة بيطلق عليها اسم 123 أو 123، بتتيح هذه الشبكة للعملاء التعامل بسهولة ويسر مع حساباتهم البنكية طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع. اتفاقية بازل. اجتمع محافظ البنوك المركزية للدول الصناعية الكبرى تحت إشراف بنك التسويات الدولية لمحاولة وضع إطار عام وأسس واضحة لتقوية واستقرار النظام المصرفي. بيعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقررات بازل المعروفة باسم بازل 1. والواقع أن الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك. في منتصف القرن ال19 صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لرأس المال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها. وفي منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس المال وحجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، لكن هذه الطريقة فشلت في إثبات جدواها. وبتعتبر الفترة من 1974 ل 1980 هي فترة تفكير علمي حقيقي إن هم يلاقوا صيغة عالمية لكفاية رأس المال. وفي ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في الدول العالم المختلفة يقوم على تنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك. ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشرة في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول التي منحتها البنوك العالمية وتعثر هذه البنوك. تشكلت لجنة بازل تحت مسمى لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية وتكونت من مجموعة العشر. إيه هي لجنة بازل؟ هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أي اتفاقيات دولية
وإنما أنشئت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، وتجتمع هذه اللجنة 4 مرات سنويا، ويساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك. ولذلك فإن قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية، رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية.